تعلم لغات غير لغتك الأم من شأنه أن يفتح أمامك آفاقاً واسعة، سواء في الوظائف أو حتى في التعايش مع ثقافات مختلفة. وتختلف اللغات فيما بينها من حيث الصعوبة. في هذا الفيديو سنعرض عليكم أكثر 10 لغات صعوبة في تعلمها على الإطلاق. في المركز العاشر، اللغة النرويجية، إحدى اللغات الجرمانية والتي تشمل مجموعة من لغات الدول الإسكندنافية، وهي اللغة الأصلية لسكان الدولة النرويجية، وتكتب اللغة النرويجية بالأبجدية اللاتينية مع إضافة 3 حروف، فيصبح مجموع الحروف هو 29 حرف. واللغة النرويجية لغة صعبة ومعقدة بعض الشيء، يتحدثها حوالي 5 ملايين نسمة، والناطقون باللغة النرويجية عادة ما يستطيعون فهم اللغتين السويدية والدنماركية تحدثا وكتابة. في المركز التاسع، اللغة التايلاندية، اللغة الأم لسكان تايلاند ويتحدث بها من 60 إلى 65 مليون شخص، هي لغة نغمية وتحليلية تتميز بمجموعة متناسقة من الأنغام، كما أن قواعد الإملاء معقدة جدا بها مما يجعلها صعبة التعلم. في المركز الثامن، اللغة الفنلندية، لغة تنتمي إلى الفرع الفيني البلطيقي من عائلة اللغات الأورالية، وللغة الفنلندية الكثير من أشكال التصريف كتصريف الأسماء وتصريف الأفعال مع الضمائر وتصريفها مع الزمن. توجد في اللغة الفنلندية أيضاً بعض اللفظات المؤخرة، كما أن ترتيب الكلمات هو أكثر حرية من العديد من اللغات الأخرى. ويوجد في الفنلندية الكثير من الكلمات المستعارة، ويتحدث بها حوالي 6 مليون شخص حول العالم. في المركز السابع، اللغة الأستونية، إستونيا كباقي الدول الأوروبية لها نظام خاص بها من حيث اللغة والكلمات، واللغة الإستونية هي اللغة الرسمية للدولة، وهي إحدى اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي، يتحدثها أكثر من 1 مليون شخص، وهي قريبة من الفنلندية والمجرية لغوياً. وإحدى سمات اللغة الإستونية التي استهوت الباحثين واللغويين هي وجود 3 درجات للأصوات، قصير وطويل وطويل جداً. في المركز السادس، اللغة الأيسلندية، ينطق بها حوالي 330 ألف شخص فقط، وهي لغة جرمانية شمالية من أيسلندا، وأقرب لغة للأيسلندية هي اللغة الفاروية. اللغة الأيسلندية تأثرت بشكل كبير باللغات الدنماركية والسويدية، وهي اللغة الأم للسكان الأيسلنديين منذ القرن 13. وكنتيجة لهذا تتفاوت القدرة على فهم اللغة الأيسلندية القديمة من شخص لآخر هناك. في المركز الخامس، اللغة اليونانية، من اللغات الهندو-أوروبية، يتكلم بها بين 15 إلى 22 مليون شخص، وهي اللغة المعاصرة المستعملة في كل من اليونان وقبرص، وهي لغة قديمة جداً، فتاريخها الموثق يعود لأكثر من 3500 سنة. تتكون الأبجدية اليونانية الحديثة من 24 حرفاً، وأحد أهم أسباب صعوبتها أن الكلمة الواحدة قد تحمل معان كثيرة جداً. في المركز الرابع، اللغة الكورية، يتحدث اللغة الكورية حوالي 66 مليون شخص، ويرجع السبب في صعوبة هذه اللغة إلى تركيب وبناء الجمل فيها وتصريفات الأفعال المختلفة واعتمادها على كثير من الأشكال والرموز والحروف الصينية، وهو ما يجعلها لغة شديدة الصعوبة. في المركز الثالث، اللغة اليابانية، اللغة اليابانية هي اللغة الثالثة في العالم من حيث صعوبة تعلمها،
وهي قريبة نوعا ما من اللغة الصينية، وفيها آلاف من الحروف، ولكن ما يزيد من صعوبتها أن هناك ثلاثة أنظمة مختلفة لكتابة الحروف وعددا كبيرا من الرموز والأشكال، ويتحدثها حوالي 122 مليون شخص في العالم. في المركز الثاني اللغة الصينية، تأتي في المرتبة الثانية من حيث الصعوبة، وذلك لأنها تعتمد على نغمات صوتية، ومع تغير حدة الصوت أو عمقه يتغير المعنى المراد من الكلام، فمن الممكن أن نجد الكلمة نفسها بطريقة الكتابة نفسها، ولكن لها عدة معان كل حسب نطقه، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على آلاف الأشكال والرموز، مما يجعل نظام كتابتها معقداً. ولو أردت يوماً أن تتعلم اللغة الصينية وتكتبها، فعليك أن تحفظ آلاف الحروف وأنظمة الكتابة، يتحدثها حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم، ويحتاج الشخص إلى دراسة 6000 حرف حتى يستطيع أن يقرأها. في المركز الأول اللغة العربية، لغتنا الأم ولغة القرآن يجدها الغربيون ضمن أكثر اللغات صعوبة بسبب الأصوات التي تحتويها والتشكيل الخاص بالحروف، وهي اللغة الأم ل 260 مليون شخص في العالم، وإحدى أجمل لغات العالم وأكثرها ثراء من حيث البلاغة وإيضاح المعاني. وتكمن صعوبة اللغة العربية في عدة عوامل مجتمعة جعلت منها الأصعب في العالم، فمفردات اللغة العربية الغنية والتي لا يمكن إحصاؤها أو حصرها، حتى أن لبعض الكلمات نفسها أكثر من 50 معنى، فكلمة العسل لها أكثر من 80 مرادفاً على سبيل المثال، وكلمة الأسد لها أكثر من 500 مرادف، وعلى الرغم من قلة حروفها مقارنة بحروف اللغة الصينية أو اليابانية، إلا أن حروف العربية تكمن صعوبتها في أشكالها، حيث يتغير شكل الحرف بتغير مكانه في الكلمة، ويتحدث العربية أكثر من 422 مليون شخص حول العالم.